أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم 19 من سبتمبر لعام 2019، ونقدم حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، وهي تختص واحد من أهم الموضوعات، وهو علاقة أشعة الشمس فوق البنفسجية بأكثر أنواع السرطانات شيوعاً في البشر، وهو سرطان الجلد. ده بيصيب واحد من كل 5 أفراد، يعني يصيب واحدة من كل 5 أفراد من البشر، يعني 1.5 مليون تقريباً، وتتزايد نسبة الإصابة به بتقدم العمر. وفي النهاية أو في البداية آسف، لابد أن نقول أن الشمس، ودي معلومة يمكن تكون جديدة على البعض، بتطلق جميع أنواع الأشعة. تصور، بما فيها أشعة إكس، بما فيها الجاما ريز، أشعة الجاما. ولكن للدراسة العلمية اللي بنقولها، فيمكن تقسيم أشعة الشمس إلى نوعين: أشعة مرئية اللي هي بتسقط على الأشياء وترتد فنرى هذه الأشياء، وأشعة غير مرئية. والأخيرة اللي هي الغير مرئية، ما يعنينا فيها هو نوعين: الأشعة تحت الحمراء واللي هي بتعطي إحساس بالدفء، يعني الواحد لما بيقول أنا قاعد في الشمس عشان خاطر أحس بالدفء، أنت ما بتتدفاش بالأشعة المرئية لكن بالأشعة تحت الحمراء. والأهم عندنا في حلقتنا هذا اليوم هو الأشعة فوق البنفسجية اللي هي موضوع حلقة النهاردة، وبرضو دي أشعة غير مرئية. الأشعة فوق البنفسجية لها فوائد ولها أضرار. نبتدي بالفوائد، بس طبعا في حلقتنا دي احنا هنركز أكتر على الأضرار. فهي من ضمن الفوائد بتاعتها، بل وأهم الفوائد، إنها مهمة في تكوين فيتامين دي، وده احنا هنعمله على فكرة بإذن الله حلقة خاصة. نمرة 2، هي دي اللي بتقتل البكتيريا. احنا ما بنفتح بيوتنا عشان يدخل الهواء والشمس، أي جزء في الشمس اللي بيموت البكتيريا؟ اللي هو الفوق بنفسجية، الأشعة الفوق بنفسجية غير مرئية، لدرجة في عدد من المستشفيات ساعات يحطوا أشعة فوق بنفسجية عشان تساعد في قتل البكتيريا. وطبعا الأشعة الفوق بنفسجية ليها فايدة ثالثة، إنها بتستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية زي مرض الصدفية السورايسيز، وزي الفيتيلايجو اللي هو مرض البهاء. ده بالنسبة للفوائد. أنا النهاردة عاوز أختص مش بالفوائد، بالأضرار. بتتسبب في عديد من الأضرار. إيه أهم ضرر اللي هو موضوع الحلقة النهاردة؟ إنها تمثل السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان الجلد. ده مش بس كده، ده بتعمل حاجة تاني، إنها بتخلي الجلد زي ما هنشوف بعد شوية بيظهر فيه العجز المبكر. عموما مكتشف الأشعة الفوق بنفسجية أو فوق البنفسجية كان هو العالم الألماني جوهان رايتر، وكان ده في سنة 1801. وعلى فكرة اكتشاف الأشعة تحت الحمراء كان قبلها بسنة، في سنة 1800. ونبتدي حلقتنا وبطريقة منظمة، وشعارنا اوعى تنساه: من يعني يعلم يحذر، عشان نتفادى واحد من أكثر السرطانات شيوعا وهو سرطان الجلد. نبتدي بالجزء الأول. إيه أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية؟ زي ما قلت إن في 3 فوائد: فيتامين دي وقتل البكتيريا وعلاج أمراض جلدية، وفي فوائد تانية أنا ذكرت الحاجات المهمة. ففي يمكن تلخيص الأضرار في 3 برضه. أضرار فيما تخص الجلد، زي ما قلنا هي السبب الرئيسي لسرطان الجلد، تمام؟ وقلنا إن في الجلد بتسبب العجز المبكر في الجلد، يعني ظهور التجاعيد والبقع الكبديه اللي هي بتبقى عباره عن بقع لونها بني كده، والتقران السفع اللي هو السفعي اللي هو اللي بيسموه اكتينيك كيراتوزيس، اللي هو حتت كده بني، وعلى فكره دي بتبقى قابله للتحول الى كانسر. تاني عيب يختص بالعين، ان الاشعه فوق البنفسجيه في العين بتؤدي إلى عتامة عدسة العين اللي هو مرض الكاترك، وتؤدي إلى التهاب في القرنية.
ثالث عيب بيختص بجهاز المناعة، إن الأشعة فوق البنفسجية بتنقص مقدرة مقاومة الأمراض المعدية وبتنقص فعالية التطعيم بالفاكسينات. ده كان عيوب الأشعة فوق البنفسجية. وأذكركم تاني أهمها هو سرطان الجلد، وهو السرطان الأكثر شيوعا في البشر. وتعالى بقى في الجزء الثاني نقول حقائق تختص بسرطان الجلد. قلنا سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا، يصيب 1 في كل 5 من البشر، وتتزايد الإصابة بتقدم العمر. وتخيل عدد من يتم تشخيصهم سنويا بسرطان الجلد في الولايات المتحدة، سرطان الجلد بس يفوق عدد من يتم تشخيصهم بكل حالات السرطانات الأخرى مجتمعة. فإحنا النهاردة بنتكلم على السرطان الأكثر شيوعا في العالم، ولكن نحمد الله إن ما هوش هو أكثرها فتكا، أكثرها فتكا سرطانات أخرى. طيب تاني نقطة، إيه العلاقة بين سرطان الجلد وأشعة الشمس؟ بقول بتمثل تماما العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة. وكنا قلنا في حلقة سابقة أنه ليس كل من يدخن سيصاب بسرطان الرئة، قلناها دي واتفقنا عليها، لكن هذا لا يمنع أن معظم المصابين بسرطان الرئة، وعلى وجه التحديد 80-90% من اللي بيجي لهم سرطان في الرئة كانوا من المدخنين. وعليه تفتكر إيه الحل؟ يبقى طبعا الحل هو عدم التدخين. هنا نفس العلاقة بين أشعة الشمس وسرطان الجلد، إن ليس كل من يتعرض لأشعة الشمس، مش كل واحد يتعرض لأشعة الشمس هيجي له سرطان جلد، ولكن معظم اللي هيجي لهم سرطان جلد لا قدر الله، وهنا بقى مش من 80-90 زي سرطان الرئة، أكتر من 90% من المصابين بسرطان الجلد، وفي بعض حالات سرطان الجلد بتصل نسبة إلى 99% من المصابين أساسا بسبب كثرة التعرض لضوء الشمس المباشر. وعليه واحد من أهم الحاجات اللي لازم نطلع فيها بالحلقة دي، إن الحل وعاوز كل واحد فيكم يبتديها الآن وليس غدا، إنه يحد من تعرضه المباشر ولفترات طويلة لأشعة الشمس. وأقول لك شوية حاجات. تصور إن إحنا في أطفالنا لما بنروح بيهم الشواطئ الساحل الشمالي والعين السخنة ونسيبهم، فالأطفال يجي لهم سامبير اللي هي سفعة الشمس، يعني يتحرق جلده. تصور لو اتحرق جلد الطفل، وده هو 5 مرات بس في العمر، قابليته الإصابة بسرطان الجلد تبقى الضعف. يا خبر أبيض، يعني ده في التصيفة الواحدة احنا بنتحرق 5 مرات أطفالنا. فمن فضلكم حافظوا على أطفالكم، لا تسمحوا على الإطلاق بأن هم يجي لهم سفعة الشمس اللي هي السامبير، لأن 5 مرات هتزود احتمال الإصابة بسرطان الجلد الضعف. والعكس، اهتموا بأنكم تحطوا لهم الكريمات المناسبة الواقية من الشمس اللي هي سان سكرين كريمز، لأن ده بيقلل احتمال الإصابة بسرطان الجلد إلى النصف. يعني تصور 5 مرات يتحرق الجلد تزودها للضعف، تحط الكريمات الواقية تنقص احتمال إصابة هؤلاء الأطفال وغيرهم حتى لو ما كانوش أطفال بالإصابة بسرطان الجلد إلى النصف. ويعتبر زي ما قلت الأكتينيك كيراتوزيس اللي هي في اللغة العربية معناها النقران السفعي، الأكتينيك كيراتوزيس ده حالة سابقة لحدوث سرطان الجلد في كانسرس. لكن على فكرة مش كل واحد عنده أكتينيك كيراتوزيس هتتحول إلى سرطان في الجلد، احنا مش عاوزين نخوف الناس، احنا بس بنقول من يعلم يحذر، اللي هو عنوان الحلقات بتاعتنا. طيب النقطة الثانية، أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا. سرطان الجلد أنواع كتيرة، لكن في 3 مشهورين، أشهرهم هو البيزل سيل كارسينوما. وإحنا لأن بنكلم عموم عوام الناس وبنكلم زي ما بقول طلبة الطب وغير المتخصصين من الأطباء، فبنحب نقول بلغة عربية. فالبيزل سيل كارسينوما دي في لغتنا العربية معناها سرطان الخلايا القاعدية، ده أكثر أنواع سرطان الجلد، 75% من سرطان الجلد، يعني 3/4. تاني نوع اللي هو الربع بيبقى اللي هو عبارة عن السكويموس سيل كارسينوم، اللي هو في لغتنا العربية هتبقى معناها سرطان الخلايا
الحرشوفية، تمام؟ ده بيمثل الربع. ولكن لحسن الحظ فإن أخطر أنواع سرطان الجلد اللي هو الميلانوما، سرطان الجلد الميلاني، ده بيمثل 1% بس من حالات السرطان. والثلاث أنواع دي وهي الأشهر في سرطان الجلد، طبعا متوقع أكتر حتة بتيجي فيها فين؟ هي الأجزاء المعرضة من أجسادنا لأشعة الشمس. يعني كل ما بنقلل الأجزاء المعرضة للشمس كل ما احتمال حدوث سرطان الجلد اللي هو أكثر شيوعا يبقى أقل. برجع تاني لسرطان الجلد الميلاني اللي هو الميلانوما اللي هو أخطرهم 1%. برضو ربنا سبحان الله رحمته بتشملنا. تصور هذا السرطان لو اكتشفناه وعالجناه مبكرا قبل الانتشار، احتمال ان المريض بنسميها الفايف يير سيرفايفل ريت، يعني هيعيش اكتر من 5 سنين واكثر من ذلك باذن الله، بتبقى 90% مع ان عنده ميلانوما. لكن لو انتشر هذا السرطان الميلانوما الى الغدة الليمفاوية، قلت الفايف يير سيرفايفل 5 سنين ضامنين يعيشها الى 60%. اما لا قدر الله لو حصل انتشر لاحد اعضاء الجسم اللي بنسميها ميتاستاسيس، ففي هذه الحالة الفايف يير سيرفايفل هتقل الى 30%. وعشان كده بقول نقطة مهمة جدا في حلقتنا النهاردة، ان من رحمة ربنا ان سرطان الجلد بيبقى ظاهر، خاصة قلنا في الاجزاء المتعرضة للشمس. يبقى عاوزين كل واحد كده يفتش في نفسه للجلد بتاعه وبمعاناة الاخرين في الاجزاء من الجلد اللي ما يقدرش هو يشوفها، عشان نشوف اي تغيرات في الجلد، خاصة في منطقة لما بيبقى في حسنة في الجلد في المناطق دي، اي تغير نروح نستشير الطبيب. لان زي ما قلت الاكتشاف والتشخيص والعلاج المبكر بتبقى النتائج هايلة، فعاوزين نستفيد منها النهاردة. يبقى زي ما قلنا اول فايدة، قلنا ان احنا نحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس الاقل قدر. فكرة اللي يقولك انا رايح اتشمس، تشمس ايه؟ انت رايح تتبهدل. الشمس دي من اخطر الحاجات، الاشعة البنفسجية زي ما فوق البنفسجية هنقولها دلوقتي حالا، فدي حاجة مش سهلة. طيب يبقى عاوزين نلاحظ جلدنا بروحنا، خاصة المناطق الزهرة، لان هي دي الاكثر عرضة للشمس، لكن بنلاحظ كل الجلد ويساعدنا الاخرين في المناطق اللي ما نقدرش نشوفها. طيب نيجي حقائق تختص بالاشعة فوق البنفسجية. هنا عندي 5 حقائق، كنتوا عارفين انا بحب النظام. ناس كتيرة وبنحب المعلومات فاكرة ان الاشعة فوق البنفسجية دي نوع واحد. لا، حقيقة الامر الالترا فايلت هما 3 انواع، في A و B و C حسب الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية. فالـ A بتبقى long wave، يعني الموجات بتاعتها طويلة. حتى عشان نفهم ما نبقى أكثر فهما للموضوع، لما تبقى الموجة طويلة يبقى مقدرتها على اختراق الزجاج والغيوم في السماء أكتر. عشان كده ده بيفسر إن 95% من الأشعة فوق البنفسجية اللي بتوصل هي الالترا فايلت ايه؟ عشان هي اطول موجه، فيمكنها انها تعبر الزجاج وتعبر الغيوم، وعشان كده هي موجوده طول العام. هذا النوع الالترا فايلت ايه ده؟ اكتر حاجه بيعملها هي العجز المبكر في الجلد، مش حرق الجلد، وعليه احتمال يعمل سرطان اقل من النوعين الاخرين، يعني اللي هو الاي دي. طيب نيجي لتاني نوع بقى، وده اخطر نوع عندنا اللي يعنينا، اللي هو الالترا فايلت بي. بي دي هي المصيبه عندنا، اللي هي بتبقى متوسطه الموجه، خلاص دي هي اللي بتعمل حرق في الجلد، وبالتالي تغير الدي ان ايه بتاع خلايا الجلد، وبالتالي ينقسم بطريقه عشوائيه فتدي سرطانات. وطبعا هذا النوع لانه بيبقى ميديم، يعني طول الموجي مش طويل قوي، يبقى اختراقه للزجاج معدوم واختراقه للغيوم قليل، عشان كده بيبقى قليل في الشتاء لكن كتير في الصيف، وده يمثل 5% من الأشعة فوق البنفسجية. أما النوع الثالث وهو الأخطر على الإطلاق اللي هو الألترا فايلوت سي، رحمة ربنا شملتنا. هذا النوع اللي هو قصير الموجة اللي هو بيعمل حرق جامد في الجلد، وبالتالي نسبة عالية في سرطان الجلد، لا يصلنا أساسا من الشمس لأنه ما بيقدرش يعدي طبقة الأوزون. فيبقى في حقيقة الأمر من أشعة الشمس نحن معرضون إلى نوعين، بي هو ده الخطير
اللي هو متوسط الموجة، طول الموج بتاعه متوسط، لأن ده اللي بيعمل حرق وبالتالي كانسر. التاني بيعمل الاي عجز مبكر، والحمد لله السي ما بيوصلناش. واحد يقول يعني ما فيش في السي خالص هنتعرض ليه؟ برضه عشان يبقى عندنا معلومات، لا، بنتعرض للسي ده من الحاجات الصناعية، زي مثلا الإضاءة بلمبات زئبقية، أو الناس اللي بيعملوا الحام بالشعلة بتصدر في هذه الحالة الألترا فايلت سي، اللي هو أخطر أنواع، اللي هو لا يصلنا من الشمس بسبب طبقة الأوزون، يصلنا من حاجات أرتفيشال سهل جدا كلنا ومعظمنا لا يتعرض لها. يبقى نبقى إن الأخطر هو الألترا فايلت بي. طيب عشان كده في التانينج بيدز، يعني في بره عندنا في امريكا وفي كندا الناس بقى ايه عاوزه تاخد تان، يعني اللون البرونزي الجميل ده اللي بيجي يقعدوا عندنا في الشاطئ ليه، عارف في الحاجات دي بيعرضوهم لالترا فايلت من نوع ايه، اللي هو اقل الانواع خطوره، اللي هو بيعمل عجز في الجلد، ممكن يعمل سرطان برضه بس نسبته اقل من البي، ويدي اللون البرونزي. طيب تعال نشوف النقطة التانية اللي عاوزين نعرفها. أول نقطة قلنا أنواع الأشعة فوق البنفسجية. تاني حاجة عاوزين نعرفها الأوقات اللي بتبقى فيها الأشعة فوق البنفسجية كتيرة. طبعا اللي بيبقى فيها الشمس ساطعة جدا، يعني ممكن تستنتجها، ودي نقطة مهمة جدا، هي دي النقطة، هو ده الوقت اللي ما يصحش تتعرض فيه للأشعة فوق البنفسجية، اللي هو من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا. ده اخطر فترة انت ما تتعرضش خالص لأشعة الشمس، انما خاصة من الساعة 10 الى الساعة 4. النقطة الثالثة، عشان برضو يبقى عندنا ثقافة، عوام الناس والطلبة بتاع الطب وغير المتخصصين من الاطباء، في حاجة اسمها دليل الاشعة فوق البنفسجية، التروفايلت اندكس، وده على فكرة بره بيعرضوه عندنا في محطات اللي هي بتاعت الاحوال الجوية، اللي بتقول لنا الاحوال الجوية. طب ايه اهمية الالتروفايلت اندكس ده؟ ان كل ما زاد الرقم بتاع هذا الدليل كانت الأشعة أسرع حرقة للجلد وعليه أخطر. وأدي مثال، يعني لما يقولوا لنا الصبح مثلا ان الالترا فايلت اندكس دليل الأشعة فوق البنفسجية من 0-2، يبقى ده أقلهم خطرا، عشان يحرق جلدك لازم تتعرض ليه قرابة الساعة، لكن لو قال لك 10 أو أكتر ده أكثرهم خطورة، ده كفاية أو تتعرض 5 دقايق عشان يحصل لك حرق في الجلد اللي هو بيتسبب بعد كده في حدوث سرطان الجلد. وطبعا ما بينهم بقى، فيمكن أن تتصور أن زي ما قلت أنه من 0-2 عاوز ساعة، إنما من 3-4 عاوز 20 دقيقة عشان خاطر يتحرق الجلد، من 5-6 محتاج 15 دقيقة، من 7-9 محتاج 10 دقايق، إنما 10 فيما هو أكثر 5 دقايق بس الجلد يتحرق. يبقى بليز الناس اللي بيعرضوا في دولهم اللي هو الالترا فايلت اندكس يراعي اليوم اللي فيه دليل الالترا فايلت عالي، يبقى اليوم ده يحاول يبعد اكثر من ايام اخرى من التعرض المباشر لاشعه الشمس. طيب النقطه الرابعه، في ادويه بتزيد من حساسيه الجلد الاشعه فوق البنفسجيه، ولازم لما بتبقى بتاخد دواء دي تستشير الطبيب وبرضه تبعد اكتر عن الشمس. زي ايه الادويه دي؟ زي بعض انواع المضادات الحيويه زي التتراسايكل وانواع من السلفا بتعمل كده، وبعض مضادات الاكتئاب، ومضاد بعض من مضادات الهستامين، وبعض من مضادات الالتهاب، اكتئاب والتهاب، وبعدين ادويه علاج ضغط الدم المرتفع بعض منها، والسكر والكوليسترول. فأنا لو باخد أحد هذه الأدوية يبقى أنا مطلوب أكتر إن أنا ما اتعرضش لأشعة الشمس، لأن دي بتزود حساسية الجلد لأشعة الشمس، خاصة للـ UVA اللي هو الألترا فايلت A، اللي هو ما بنقولش مش خطر، بنقول أقلهم خطورة. وسبحان الله، شوف رحمة ربنا، تنطق الأرقام، تنطق برحمة ربنا، إن 95% من الأشعة فوق البنفسجية اللي بتدخلنا هي الألترا فايلت A، والسي اللي هي اكثرها خطورا اللي هي قلنا بيبقى شورت ويف ما بتدخلش خالص بسبب طبقه الاوزون، الخوف من 5% بتوع بي دول اللي بيحرقوا الجلد ويعملوا سرطان الجلد. طيب النقطه الخامسه، طرق حمايه الجلد من الاشعه فوق البنفسجيه، ودي نقطه مهمه جدا احب تاخدوا بالكم منها.
ايه اهم طرق على الاطلاق كده؟ تخيل مع زي ما قلت اهم حاجه عشان ما يجيلكش سرطان رئه ما تدخنش. حس ان 80-90% من اللي عندهم سرطان رئه كانوا من المدخنين، يبقى ما ندخنش. طب ايه اهم حاجه بتعمل سرطان الجلد؟ وحتى ده بيفسر ليه سرطان الجلد في الاماكن اللي هي مش مخبينها، لان دي اكثر عرضه للشمس. يبقى الحل ان حضرتك ما تتعرضش الا اقل القليل للضوء المباشر للشمس. يبقى اهم طريقه هو عدم التعرض للضوء المباشر للشمس الا في اقل الحدود، والجلوس في الظل معظم الوقت. انما اللي يقول لي بتشمس، اديك فهمت بقى، من يعلم يحذر. تاني مره مع حضرتك ما تتشمس، سيبك من يعني خلي الوقت اللي هو لازم تتعرض للشمس تتعرض فيه. انما حكايه تتشمس دي شيء مش معقول. طيب في حاله وجود بقى وضع او عملك يجعل التعرض ضوء الشمس شيء لا يمكن تجنبه، تعمل ايه؟ عليك بشيئين، تلبس ملابس فاتحه وتغطي اكبر مساحات من الجلد، يعني في القمصان تلبس قميص بكم طويل، بنطلون طويل، تلبس القبعات اللي هي ذات حواف عريضه دي اللي هي تخفي الوجه، تمنع اشعه الشمس انها تروح الوجه. الوجه ده من اكتر الحتت اللي بتتعرض ومن اكتر الحتت اللي بيحصل فيها سرطان الجلد. ثانيا وده موضوعنا الاساسي، استخدام كريمات واقيه من التعرض لاشعه الشمس اللي هو السان سكرين كريم. يبقى اتكلمنا خمس حاجات على الحقائق متعلقه بالاشعه فوق البنفسجيه. نيجي بقى حقائق تخص الكريمات الواقيه من الشمس. احنا عاوزين يبقى عندنا معلومات. زي ما بقول بستغرب لما واحد يروح يشتري جهاز تلفاز تلفزيون يعني او عربيه وهو مش عارف السبيسيفيكيشن بتاعتها. بتشتري على اي اساس؟ بتدفع فلوس على اي اساس؟ طب احنا بنقول من اهم الحاجات اللي بتنزل احتمال الاصابه بسرطان الجلد للنص هو السان سكرين كريمز، الكريمات الواقيه من الشمس. يبقى تعالى نتعلم عليها، نعرف عنها. خمس معلومات زي ما قلنا، خمس معلومات قلناهم على الاشعه فوق البنفسجيه. النهارده ظهر كل حاجه رقم الساعه ده خمس. خمس معلومات على الكريمات. واحد، نوع الكريمات. يوجد نوعان من الكريمات دي، في كريمات كيميائيه معموله بمواد عضويه. وعلى فكره نعني بعضويه بقى ما تلخبطهاش مع بنقول ايه انا باكل اغذيه عضويه، لا هنا المعنى مختلف تماما. كريمات عضويه نعني انها تحتوي على ذرات الكربون زي الاوكسيبنذازين، خلاص؟ ودي بتمنع اختراق الاشعه فوق البنفسجيه للجلد. وفيها ميزه بقى الكريمات اللي هي الكيميائيه دي من المواد العضويه، انها ما بتسيبش اثار بيضاء على الجلد، بقعه بيضاء على الجلد، عارف لما تدهن ساعات تسيب لك حاجات بيضاء. بينما الكريمات الفيزيائيه اللي هي معموله من مواد غير عضويه يبقى ما فيهاش كربون بقى زي اكسيد الزنك، دي بالعكس بتعكس وتشتت الاشعه فوق البنفسجيه فبرضه ما توصلش الجلد، يعني مفيده. بس عيبها ايه بقى؟ ان قوامها زي التباشير كده، تباشيري، وعشان كده بتسيب علامات بيضة واثار على الجلد. ولكن امكن اخيرا التخلص من هذا العيب باستخدام الجزيئات النانويه. النانو يعني. طيب النقطه الثانيه في الكريمات دي، عامل الحماية من الشمس. لما تيجي تشتري كريم لازم تشوف أهم حاجة فيه إيه، بعد ما قلنا إنه في نوعه الكيميائي أحسن من الفيزيكال. أهم حاجة تشوف الصن بروتكتيف فاكتور، الاس بي اف بتاعه. فأنت لما تحط كريم لازم هذا الكريم يتميز بشيئين، واحد إن يبقى واسع المدى، برود سبيكترم، حاجة عندنا عاملة زي الإيه المضادات الحيوية اللي هي بتشمل بكتيريا كتيرة. هنا واسع المدى يعني إيه؟ يعني واسع المدى هنا؟ يعني بيحمي الجلد من كل انواع الاشعه فوق البنفسجيه. ادي معنى واسع المدى، لان احنا اتعلمنا الاشعه فوق البنفسجيه دي ما هياش نوع واحد، دي ثلاث انواع. يبقى لازم الكريم ده يبقى برود سبيكترم. طب تاني حاجه بقى اللي هي بنتكلم عليها اللي هي السن بروتكتيف فاكتور بتاعه. على الاقل تقرا بقى وتذكر معاك كويس قوي الرقم ده. لما تشتري كريم واقي للشمس اتذكر رقم 30. 30 لا يقل عن 30، 30 في ما فوق، يعني افتكر ايام الشهر 30 لازم يبقى فوق 30، هتروح تقعد شهر في المصيف حتى عشان افكرها لك، فوق 30. فوق 30 ده يحميك من 97% من الاشعه فوق البنفسجيه. فالسان بروتكتيف فاكتور ده مهم جدا. تمام؟ طيب النقطه الثالثه في الكريمات دي، احط الكريم امتى؟
في واحد يروح حاطط الكريم وعلى طول نازل البحر او ما شابه. لا، انت لازم تحط الكريم ده تلت لنص ساعه 20 ل 30 دقيقه قبل التعرض للشمس. ليه؟ عشان تدي فرصه للجزيئات بتاعه الكريم انها تلتصق بالجلد وبالتالي تحميه. طب نقطه تانية لا تقل اهميه، حضرتك لازم تعيد وضع الكريم كل ساعتين، يعني مش تحطه مره وخلاص وتقعد بقيه اليوم عليه. لا، ما ينفعش الكلام ده، خاصة بعد العرق الشديد لما يبقى في مية أو خدت شاور دش أو نزلت البحر أو السوينج بول، لازم تعمل كده. حتى شوف اسمع فتح هناك، حتى لو كان مكتوب على هذا الكريم إنه ووتر بروف ضد المية، يبقى هتحطه قبل التعرض للشمس ب 20-30 دقيقة وبعدين لازم تحطه كل ساعتين. النقطة الرابعة، طب أحط كمية قد إيه؟ للجسم تحط أوقية. يعني إيه أوقية؟ أوقية يعني 30 جرام 30 سنتي، تمام. وللفيس مل معلقة شاي، يعني معلقة شاي للفيس و30 جرام أوقية أو 30 سنتي تحطهم للجسم. وعارف عاوز أقول لك تعمل إيه؟ يعني الطريقة الصح، بتجيب كفة كده وتملاه للدراع اليمين مثلا أو الشمال، الدراع اليمين، يبقى ملء الكف لكل دراع وملء الكف لكل رجل. دي الكمية. عاوز ليه بقول الكلام ده وبركز عليه؟ لأن عادة الناس تصور بيحطوا تلت الكمية ثلث الكمية الواجب وضعها. وعليه أنا بطلب من الشركات المنتجة، طالما الناس ما بتتصور إنها بتحط كمية كافية وتحط تلت الكمية، كمية غير كافية، ده تزود بقى كفاءة الكريمات دي عشان حتى لو الناس حطت الكمية قليلة تعمل جود بروتكشن. لكن حتى وقت إذاعة هذه الحلقة اللي بنقولها دلوقتي هذا لم يحدث. طب في حالة شخص عنده طفح جلدي من الشمس، يعني مش بس حصل سان بيرد، حصل له راش أو تهيج شديد في الجلد، خلاص بسبب أنهي نوع بقى في الحالة دي بيبقى الألترا فايلت إيه، يبقى لازم هذا الشخص يستخدم كريم واقي من الشمس. قلنا قبل كده ده، بس ده يبقى هنا تأكيد أكتر، لازم يبقى واسع المدى برود سبيكتر، خلاص، عشان يبقى ضد النوعين الأساسيين في أشعة فوق البنفسجية اللي هي بيهمونا، الاي والبي. وقلنا الاي بتاعت العجز والبي بتاعت الحرق والسرطانات، والسي لا تعنينا لأنها بيمنعها أشعة، بيمنعها طبقة الأوزون. وإنما هل موجودة في الحياة؟ موجودة، بس من مصادر صناعية زي قلنا لمبات الزئبق وزي شعلة اللحام. طيب في حالة وجود بقى جلد حساس، واحد يقول أنا عندي جلد حساس، حضرتك تستخدم كريمات واقية خاصة بالجلد الحساس، يعني لا تحتوي على إضافات أو مواد كيميائية قوية. ملحوظة من أهم الملحوظات وتملي سألني فيها ناس كتير، واحد يقول أنا قريت أنه الكريمات الواقية نفسها من الشمس ممكن تعمل سرطان جلد، ده صحيح ولا غلط؟ ده نصف الحقيقة. أيوة صح، ممكن الكريمات الواقية بالجلد الواقية من الشمس تعمل نفسها سرطان جلد. طب وليه بنحطها؟ الإجابة بسيطة جدا، وإن الكريمات دي أقل تسببا في سرطان الجلد بما لا يقارن، بما لا يقارن من التعرض لأشعة الشمس. يعني أقولها بالبلدي كده، نحن نأخذ بأقل الضررين. يعني قال له إيه اللي رماك على المر؟ قال له الأمر منه، خلاص. ده انا بحط الكريم اللي ممكن يعمل نسبه ضئيله جدا من سرطان الجلد عشان امنع اشعه الشمس اللي بتعمل نسب عاليه من سرطان الجلد، او بلغه اكثر يعني لغه ارقى شويه، امران خيرهما مر. انما طبعا من المعلومات لازم تعرفها، لما تقرا ما تتخضش. الكريمات الواقيه من الشمس اللي بتحطها على الجلد هي نفسها ممكن تتسبب في عمل سرطان في الجلد، بس بما لا يقارن من خطوره التعرض للشمس. زي ما يقول لي ايه، ساعات نروح ناخد الفلو شوت او الفاكسين بتاع الانفلونزا، ويقول لك على فكره ممكن في نسبه وفاه او مرض من الفاكسين ده. بس فرصتك انك يتوفاك الله من الانفلونزا اكبر بكثير، عشان كده بناخدها واحنا عارفين ان ممكن تسبب في ضرر، بس عدم اخذها سوف يتسبب في ضرر اكثر. اظن فهمت النقطه. I'm always clear. خلاص، كمان اللي بقول لك الحقيقه بوضوح، هل الكريم يمكن ان يتسبب في سرطان في الجلد؟ بس التعرض للشمس يتسبب في سرطان اكثر. نيجي بقى للنقطه الخامسه، طريقه وضع الكريمات.
وحتى النقطة الخامسة بقول لك النهاردة رقم السعر بتاعنا هو 5، يجب مراعاة نقاط 5. 1، تغطي الأماكن في فروة الرأس اللي ما بيغطاش الشعر، يعني في واحد عنده صلع جزئي الحتة دي فاضية يبقى لازم يحط عليها، تقول لو عنده صلع كلي ما يحطش على وشه بس، يحطه كمان على كل فروة الرأس. أدي أول حاجة. 2، لازم تلاحظ النقاط التي لا تراها بعينك في جسمك، اللي هنسميها بلايند سبوتس، زي في العربيه لما بتسوق في عربيات مش باينه في المرايه، مش باينه لعينك، ففي حاجات في جسمك مش باينه لعينك اللي هي يسموها بلايند سبوت، اوعى تنساها. زي ايه؟ خلف الاذن، زي الجفون وتحت العين، زي خلف الرقبه، زي الظهر، زي ظهر الايد او ظهر القدم. يبقى تلاحظ البلايند سبوت دي تغطيها، تمام. وانا اقول لكم حاجه لطيفه لازم نعرفها، ان الجسم والرقبه بيحترقوا اسرع من الازرع، يعني الجسم والرقبه احتراقهم اسرع من الازرع، والازرع اسرع من الارجل. وعليه يبقى اهتمامك بجسمك وشك وجسمك اكتر من الدراعه، والدراعه اكتر من الارجل، ده المعنى. ثالثا، ست تقول لي انا بحط ميك اب والميك اب اللي انا بحطه فيه مواد واقيه من الشمس، أقول لها هذا لا يغني عن استخدام الكريمات الخاصة بالوقاية من الشمس. طب رابعا، يجب وضع كمية أكتر مما تتصور أنك تحتاج إليها، لأن زي ما قلت لقوا أن الناس بتحط أقل من الكمية الكافية، وأنا قلت الكمية الكافية أوقية أو 30 جرام للجسم وملء معلقة شاي للفيس، وقلت تعملها في إيديك كل دراع وكل رجل ملو الكف وتعمله تدي كمية كافية. أنت يعني الصحة هي أغلى ما نمتلك، مش ثمن الكريم، مش هقولها بأهذب من ذلك. خامسا، في حالة استخدام أدوية تزيد حساسية الجلد للشمس، فقلنا بنقولها تاني، لابد من استخدام كريمات غير أنها بتبقى واسعة المدى برود سبيكترم، كريمات ذات معامل عالي للوقاية من الشمس. يعني احنا قلنا في الشخص الطبيعي مفروض المعامل يبقى ايه؟ فاكرين الرقم؟ فوق 30. لكن لو انا باخد ادويه بتخلي جلدي حساس للشمس يبقى حاجتين، اخد كريم واسع المدى اللي هو المفروض ناخده من الاول، ويبقى مش فوق 30 يبقى فوق 60، يبقى السان بروتكتيف فاكتور هنا فوق 60. زي ما بنقول يا اولاد هذه الحلقات معني بيها كل الناس، لان بنحط فيها معلومات مش بنتكلم انشا، ومن يعلم هقولها لثالث مره النهارده يحذر. ولازم قلنا تكرر انك تحط الكريم كل ساعتين. طيب نيجي طريقه التعامل مع سفعه الشمس اللي هو الصن بير. افرض واحد فعلا حصل له صن بير يعمل ايه؟ يعمل الاتي 4 حاجات. 1، لازم تشرب سوائل كثيره ليس من ضمنها كحوليات. خلاص؟ ده غير ان الكحوليات دي وبئس المصير، تشرب سوائل بس. وينبغي وضع كمادات مثلجة على مناطق الإحمرار عدة مرات يوميا. دي نمرة 1 و2. عندنا برضو 5 حاجات، يبقى تحط تشرب سوائل كثيرة بس مش من ضمنها كحوليات، وتحط كمادات مثلجة على مناطق الإحمرار عدة مرات يوميا. 3، تستخدم مرطبات للجلد اللي هي السوذ، وده بيحتوي على مركبات بيسموها مركبات بعد التعرض للشمس اللي هي بيسموها افتر سام برودكت، وده بيحتوي غالبا على الو اللي هو الصبار، كريم الصبار. وعلى فكره واحد يقول لي طب انا محروق موجوع يبقى احط حاجات فيها مواد مخدره محاليل مخدره، غلط، اوعى تعمل العمله دي. النامنينج لوشنز دول غلط، اللي هم زي اللدنوكين وزي البنزوكين، كل الكلام ده ما تستخدموش. ليه؟ لانه بيزود سخونه الجلد. طب واحد يقول لي طب انا عاوز استخدم مرطب، انت بتقول لي ما تستخدمش حاجه فيها كين اللي هو الزايلوكين واللدنوكين والحاجات دي والبنزوكين. استخدم، اقول لك حاجه جميله قوي قوي لقوها، مرطب يحتوي على، افتح ودنك معايا، فيتامين اي. بعد ما تحس باحتراق الجلد بدقيقتين ده احسن تاثير، كل ما تتاخر تاثير هذا المرطب المحتوي على فيتامين اي هيبقى اقل، وبيقول لك بعد 5 ساعات بيبقى ملوش تأثير خالص، يبقى كل ما تحطه بدري يبقى أحسن. وعلى فكرة ممكن براموكزين، استخدم براموكزين لوشن اللي بيستخدموه
اللي عندهم بواسير في الشرج او عندهم تهيج في منطقة الشرج ده مرطب وملين، ممكن يستخدمه في حالة لما يبقى عندنا سفعة من الشمس، سفعة الشمس اللي هي الصن بيرن، ممكن يستخدمه. طيب دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، طبعا أنا متألم، طب واحد يقول لي أنت قلت لي ما تحطش اللي هو النامبينج لوشنز اللي هو الحاجات اللي فيها بخار، يا أخي خد حاجة ما بتطاع الألم، مسكن الألم، خده أورالي. زي إيه؟ خد أدفيل اللي هو إيبوبروفين، أو خد أسيتا مينافيلين اللي هو الباراستامول، الاسم التجاري يبقى أدفيل أو باراستامول. طب نمرة خمسة، المكان اللي حصل فيه حرق شمس تغطيه وتمعرضوش للشمس على الأقل، افتح ودنك لمدة أسبوع. دي الخمس حاجات اللي تعملها في حالة التعامل مع سفعة الشمس. طيب في النهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة صغيرة، لابد أن ننبه أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية برغم أضراره الشديد، لكن قلنا لا يخلو من الفوائد. لما قلنا ثلاث فوائد، فيتامين دي، دي أهم فايدة، وقلنا بيئة البكتيريا، وقلنا بيستخدموه في علاج بعض الأمراض الجلدية. تعال بقى الفيتامين دي، هنا في سؤال كويس، واحد يقول طب أنت بتقول لنا ما تعرضش للشمس، وأساسا الأشعة فوق البنفسجية اللي موجودة في الأشعة الشمس هي اللي بتعمل لنا فيتامين دي، طب نعمل إيه في المشكلة دي؟ الأول عاوز أقول لك، وقلنا هنعمل حلقة على فيتامين دي، إن فيتامين دي ده مهم للعظم، مهم للعضلات، سلامة العظم والعضلات، ومهم في انه بيمنع احتمال الاصابه ببعض انواع السرطانات. تحصل عليه ازاي؟ انا ما قلتش ما تتعرضش نهائي لاشعه الشمس، ما احنا غصب ما نحاولت هيجي فترات بتتعرض فيها لاشعه الشمس، يبقى التعرض لاشعه الشمس فوق البنفسجيه لفترات قليله. طب واحد يقول لي طب دي مش هتعمل لي فيتامين دي بالكميه الكافيه، اعمل ايه؟ فبقول له لتجنب التعرض لاشعه الشمس بقى لمده طويله، تعمل حاجه من اتنين، تاخد اطعمه بتحتوي على فيتامين دي اللي هو فيتامين د، خلاص، زي ايه؟ زي اللبن، زي مشروبات الصويا، زي العصائر المخصبه بفيتامين دي، فيها فيتامين د المخصبة، يعني فورتيفايد. ساعات كده نجيب عصير يكتب لك حاطين عليه كالسيوم وحاطين عليه فيتامين د، خد يا سيدي الحاجات دي، العصائر دي، خد فول صويا، خد اللبن، في الكلام ده. وبعدين اقول لك حاجه، كلنا بنحب السمك، الاسماك الدهنيه اللي فيها دهن كتير، مثال السامون مثلا، بيبقى فيه كميه فيتامين دي كتير. وفي حاجه تاني غير اطعمه، انك تاخده في صوره مكملات غذائيه، اقراص مثلا. ده اقول لك حاجه، انه منظمه الصحه العالميه بتنصح بمكمل غذائي واحد، يعني بتقول ده لا غنى عنه، هو ده اللي لازم ناخده، الباقي كله ان احنا نروح الاجزخانه نجيب سنترم وفيتامينات ومعادن، ده كله ملوش قيمه. اهم حاجه انك تاخد فيتامين د. طب هنا الجرعه اللي ناخدها قد ايه؟ 1000 انترناشونال يونت كل يوم، 1000 انترناشونال يونت كل يوم، خاصه بقى عد معايا في فتره الشتاء والخريف، لانه بيبقى تكون فيتامين دي بالجلد قليل. لمن تجاوز عمرهم 50 سنه، لان طبعا بيبقوا خايفين يخرجوا، ما بيخرجوش كتير ومغطين روحهم كويس، او اصحاب البشره الداكنه، خلاص، لان امتصاص الاشعه فوق البنفسجيه بيبقى قليل، او للاشخاص اللي هم ظروفهم مريض قليل الخروج مثلا، عيا، او للناس اللي بيحبوا يلبسوا ملابس تغطي معظم الجسم، يبقى هم دول الاحوج الى انهم ياخدوا فيتامين دي. دي كانت حلقه قصيره عن العلاقه بين الاشعه فوق البنفسجيه واكثر انواع السرطانات شيوعا، وهي سرطان الجلد اللي بيصيب واحد في كل خمسة من بشر، وشفنا ان ممكن نتفاداه بسهولة شديدة باقل تعرض ممكن لاشعة الشمس، لان دي بتتسبب في اكتر من 90% من حالات السرطان، ده في بعض الانواع بتوصل 99 في الثلاث انواع اللي قلناهم، في المية لازم تبقى تعرضت لشمس. وبعدين قلنا تغطي معظم جسمك، لان هي الحاجات اللي هتتعرض، بملابس فاتحة. وبعدين ثلاثة، واتكلمنا عليها باستفاضة، على الكريمات الواقية وتستخدمها ازاي وامتى وكمية والاماكن وكل حاجة. وفي النهاية سعدت بلقائكم، واتمنى اكون افدتكم، ونلقاكم باذن الله في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. شكرا جزيلا.